مرة أخرى استمر الحوار مع الإعلام الكبير أستاذ عباري عطوان. قبل الاستراحة كنا نتحدث عن تجربته في الحوار مع أسامة بن لادن ورؤيته لأفكار أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة، وكنت أسأله هل تنظيم القاعدة تحول من تنظيم في عنقودي متسلسل له قيادة وله سيطرة وله تشابكات وخيوط إلى أنه أصبح الآن حالة. صحيح. أصبح حالة وأيديولوجية خطيرة وتنتشر بسرعة. يعني بنلاحظ مثلا سوريا الآن جبهة النصرة وبدرجة أقل أحرار الشام هم أقرب إلى فكر تنظيم القاعدة. إيه سر الرواج لفكر القاعدة؟ الرواج أولا أنه في تطرف وفي تشدد إسلامي وفي إحباط خاصة عند الشباب. يعني مثلا تنظيم النصرة معظم أو نسبة كبيرة جدا من عناصره من الشباب السوري. نفس الشيء أحرار الشام معظم عناصره من الشباب السوري. بس واضح فكرة العداء للغرب مستحكمة. يعني ده خيط ناظم أو مشترك في 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 كل من يعني يدخل في تنظيم القاعدة. العداء للغرب هو أمرين. ما نقدرش نقول بس العداء للغرب. يعني إنه أولا اللي هو في يعني تبني من قبل الشباب لأيديولوجية متشددة. تعرف الشباب مندفع، وأكيد أنت لما كنت شاب 18-19 سنة أشك في ذلك، بس على أي حال واحد بيكون مندفع. فالشباب يعني يميلوا خاصة في أزمات وفي الحروب وفي القتل وفي يعني بيميلوا للتشدد. أيوة بس منطق ابن تيمية اللي هم بيفسروا، هو حتى ناس كتير قالوا أن الشيخ الإسلام لم يفتي بذلك، اللي هي يعني فتوى انه استباحة الحاكم او تكفير الحاكم، وان نطق بالشهادتين على اساس انه لم يحكم بما انزل الله، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكفر. ففي نهاية الامر يعني فكرة تكفيري للحكم، لانه حكم لا يحكم بما انزل الله، وانه الغرب يساند هذا الحاكم الكافر. مظبوط. يعني هيك لها جانب. الجانب الآخر إنه أيديولوجية القاعدة جاذبة زي المغناطيس للشباب على وجه التحديد، لأنه في تضحية، فيها جهاد، فيها الانتقال إلى دار الآخرة، دار البقاء، من دار الفناء إلى دار البقاء. فكرة حب الموت أكثر من الحياة. حب الموت أكثر من الحياة باعتبار أنه هاي فانية، إحنا حياة فانية. هناك الحياة اللي يتطلع إليها كل مؤمن، كل مسلم، كل من يريد خدمة اللي هي عقيدته الإسلامية. فكثير من الشباب ينجذبوا إلى ذلك، أنه سواء قتال الحاكم الظالم حسب تفكيرهم في سوريا مثلا، أو في ليبيا مثلا، أو في أماكن أخرى، فتجذبهم. وهذه الأيديولوجية الآن يعني سهل جدا أنه يقتنع فيها الشباب. الآن تجد كمان الشباب بحب السلاح، بحب القتال، بحب في هذه السن على وجه التحديد. وكمان طريقة تقديم هذه الأيديولوجية للشباب من قبل المنظري الفكر الجهادي طريقة فاعلة ومؤثرة جدا. بالإضافة إلى فشل المشروعات الأخرى المضادة لها، المضادة طبعا. وبعدين كمان وجود حكام ظلمة، وجود حكام ديكتاتوريين قتلة، يعني كمان هاي بتشجعهم في مادة خام تبرر لهم من وجهة نظرهم أنهم. بالإضافة لذلك العداء للغرب، يعني العداء لأمريكا والعداء لكل ما هو غير مسلم. والعداء لأمريكا معروف، يعني أمريكا في أفغانستان ما زالت موجودة هناك، قوة احتلال العداء في العراق، والقاعدة من الجهات التي قاتلت بشراسة جدا تأييد الإسرائيل، كل هذه الأمور. طبعا فهذه لعبت دور كبير جدا. وأنا تقديري يعني جينا لموضوع الشام أو موضوع سوريا، أنا تقديري أنه إذا القاعدة يعني رسخت وجودها في سوريا ستكون المرحلة الجاية هي قتال إسرائيل. يعني في كثير ناس بيختلفوا مع هذا الطرح، لكن أنا متأكد. ألا ترى أنه الخوف من القاعدة هو أحد العناصر الإيجابية اللي هي ممكن تجعل الأمريكان والغرب يعيدون النظر في التخلص من حكم الرئيس السوري بشار الأسد؟ نعم. إنه في نهاية الأمر the devil we know is better than the devil we don't، يعني الشيطان الذي نعرفه خير من الشيطان الذي لا نعرفه. أستاذ عماد، لو تابعت السياسة الأمريكية تجاه سوريا
تجد انها في الاول كانت شرسه ضد جدا ضد النظام السوري ومندفعه وحتى السياسه التركيه حتى السياسه الخليجيه يعني كان في اندفاع شرس ومحاوله يعني حتى في كان احتمالات التدخل ربما اكبر كانت احتمالات التسليح ربما اكبر لكن العنصر اللي خلى الامريكان يخافوا اولا ما حصل في ليبيا لانه تدخل عسكري وقتل السفير بدهم يخافوا انه في عندهم مزبوط نظام الاسد بشكل خطر عليهم بس القاعده كمان بشكل خطر اكبر لانه اذا تحولت سوريا الى دوله فاشله زي ما حصل في افغانستان زي ما حصل في العراق زي ما حصل في ليبيا هذه ممكن انه يؤثر على المصالح الغربيه لانه في النهايه جبهه النصره ستقاتل الامريكان وستقاتل الغربيين اول ما تخلص من العدو القريب يعني اللي هو بالنسبه لهم النظام السوري وهو عنده دولتين يشعران يعني بخوف شديد مما يحدث في سوريا الأردن وإسرائيل نعم ويعني تتفاجأ أو لا أعتقد أنك تتفاجأ على أي حال بس أنه الآن في الاتفاق الروسي الأمريكي الوحيد في سوريا هو التوحد ضد تنظيمات المتطرفة والقريبة من القاعدة زي جبهة النصرة وحرس الشام يعني الآن الروس والأمريكا متفقون على أن الخطر الأساسي على الجانبين هو تنظيم النصرة والجماعات الجهادية فمن هنا ده اللي بياخد الأولوية نعم يعني ليس رحيل نظام بشار الأسد بقدر ما هو ضمان عدم حكم القاعدة هو الآن في أولوية أنه بقولك أنه إحنا كروس وكأمريكان أنه علينا أن نتعاون في البداية في القضاء على التنظيمات الجهادية بعد ذلك ننتقل للنظام يعني بدهمش هم النظام يسقط وبعدين ما يكونش في حكم تكون سوريا دولة فاشلة غير قادرة على السيطرة وتكون التنظيمات الجهادية هي تستولي على الأسلحة وتقاتل بعدين إسرائيل وتقاتل الغرب وتقاتل ربما الأردن تقاتل في العراق تقاتل في الخليج يعني هتصير فوضى طب. فهذه هم اللي خايفين منه كيف تفهم تصريح سماحة السيد حسن نصر الله منذ 5 أيام اللي هو بيقول فيه انه احنا نقاتل في سوريا من اجل منع انتشار التنظيم القاعدة الذي يشكل ارهاب وهذا هو الارهاب وليس نحن انا في تقديري يعني الشيخ حسن نصر الله السيد حسن نصر الله كان بيبحث عن غطاء يعني هو في مأزق وكل المنطقة في مأزق فهو اضطر ان يقاتل مع النظام السوري وأنا بتقديري اضطر مكرها للقتال لأنه حاول إنه فترة طويلة أن يظل بعيد بمنأى عن اللي هي الأزمة السورية أو المستنقع الدموي السوري لكن في الآخر أجبر على ذلك لأنه كان النظام يعاني في منطقة القصير على وجه التحديد اللي هي كانت بوابة لدخول المتطوعين والأسلحة للجماعات الجهادية وللجيش السوري الحر أيضا فهو اضطر طبعا الآن بده يقدم غطاء هذا الغطاء اللي هو نحن نقاتل الجماعات التكفيرية في سوريا هو في الواقع في تقدير السيد حسن نصر الله يقاتل من أجل عدم سقوط النظام السوري الحليف الأساسي له في لبنان يعني اللي كان يدعم حزب الله هو الجيش السوري اللي كان الشريان الأساسي لوجستي ومخزن السلاح وتدريب وكل هذه الأمور بس هذا لا يعني أنه هو مش ضد التنظيمات الجهادية هو بسميها تنظيمات تكفيرية هو يعرف جيدا أنه قوة هذه التنظيمات في سوريا ستجعلها قوية أيضا في لبنان وسيجد نفسه بين فكي الكماشة يعني بتيجي له من سوريا وتأتي من لبنان من الشمال ومن الشرق ويصبح الوضع الحزب الله حرج جدا فهو يقاتل من أجل بقاء النظام السوري ومن أجل بقاء أيضا حزب الله طب. الإسلام السياسي يا سيدي يقدم نفسه الآن ويطل علينا من خلال 3 وجوه وجه جماعة الإسلام المسلمين وما يشابهها يعني من نفس طريقة تفكير الإسلام السني ثم الإسلام الشيعي الجهادي زي حزب الله والحوثيين وكافة التنظيمات الصغيرة اللي هي تندرج تحت التنظيمات الموجودة في العراق ثم القاعدة كيف ترى مثلث العلاقة بين الثلاثة دول الآن مثلث أو هذا المثلث القاعدة الشيعة الإخوان أخطر ما في هذا المثلث وخاصة اللي هو التطرف الشيعي والتطرف الإسلامي وحالة الاستقطاب اللي بتدور حاليا في المنطقة كلها حول هذا المعسكرين
معسكر الشيعي والمعسكر، انه نحن نعيش الان انقسام طائفي خطير جدا في المنطقه العربيه ومذهبي. يعني المشكله احنا اكبر خطر يهددنا حاليا انه احنا نتقاتل على اسس طائفيه. يعني في الازمه في سوريا بدات مشروعه، يعني ثوره او انتفاضه سلميه تطالب بحقوق، تطالب إصلاحات. بتغيير ديمقراطي، تطالب باصلاحات، تطالب بعداله اجتماعيه، وهذا مشروع. وفي سوريا كان في ظلم لا شك في ذلك، والنظام اعترف بذلك. طيب الان لا، الان اصبحت يعني انت بتشوف الحزب الله بيقاتل في سوريا، اللي هو مثلا ايران تقاتل في سوريا بطريقه او باخرى، في روسيا بتقاتل في عندك سوريا، 38 جنسيه في تركيا بتقاتل 38 جنسيه. فاحنا الان وبيقاتلوا الان في معسكرين، يعني هم طبعا الناس لما بكتب انا بقول حرب طائفيه، النظام السوري بيقول لي لا يا اخي احنا في سنه وفي، بس الواضح جدا انه الاساس الملمح الاساسي للصراع في سوريا او في الصراع على سوريا هو صراع طائفي شئنا ام ابينا. في الان في معسكرين، كل معسكر عنده اتباعه، امريكا والغرب بدعم المعسكر السني بطريقه او باخرى، الجيش الحر على وجه التحديد، الجيش الحر ما في يعني معظم مقاتليه من السنه، والروسيا والصين وبيحاربوا او بيدعموا اللي هو ايران وحزب الله والنظام السوري. هذا اخطر شيء عندنا، وهذا الان يعني ينطبق او يمتد الى كل المنطقه والى معظم المنطقه. انا كنت في الخليج يعني الحديث علنا انه سنة وشيعة، الان الادبيات الحركات الجهادية كله حديث انه سنة وشيعة، دعم الدول الان يدم، الدول السنية تدعم الجماعات السنية والدول الغير السنية او الشيعية تدعم الجماعات، تدعم النظام والحزب الله معه. واضحة جدا المسألة، هذه خطر جدا علينا. احنا الان يعني نسينا اسرائيل، احنا نسينا الاصلاح اللي احنا جينا من اجله. يعني هذه حرب، يعني اذا الحرب الصفوية العثمانية امتدت ل 166 سنة on and off، يعني طب احنا فجرة الحرب الطائفية عندنا كم حتستمر؟ يعني سوريا تحولت إلى دولة فاشلة، العراق تحول إلى دولة فاشلة، العراق منقسم الآن على أساس طائفي، في اللي هو الجماعات الشيعية والجماعات السنية. الناس كلها مركزة على الاهتمام بالحدث السوري ولا يدركون أنه في الثلاث أسابيع اللي فاتت في 1000 واحد قتلوا في العراق. أي بالضبط. نتيجة التبكيرات وال عمليات العسكرية اللي موجودة. طب تسمح لي بعد الاستراحة الإعلانية نفهم منك كيف تحول الربيع العربي إلى الربيع الإخواني أو الربيع الإسلامي. بعد الاستراحة يستمر الحوار.